خصنا وانتم تدعموه وما تبانوش الصوره، اعطيوه الفلوس وحنا بنت برك الشين اللي كان مسير الجلسه اللي هو الكاتب العام ما جا ما جاوبش على مجموعه من الاسئله، وبالتالي ما كملش حتى التقرير المالي. شفنا شي نقاط حتى يوم انتيا وما بغاوش يناقشوا معك، شفنا كتحججي عليهم بالنسبه قال لك المشاركه النقاط كانت عندي، وهذا بالنسبه قال لك الدعم ديال المستثمرين وديال الناس اللي كتبغي الوقت. حنا كنا له حنا فعلا مشينا للمكتب وعرضنا الدعم ديالنا لا مشروط باش يخلصوا نتيج ويزول فرقه من هاد الاسماء الخانقه اللي هي فيها، ما جاوبوش ما قبلوا بالرد اللي سبب الوهيم. قال لك اسيدي حنا خصنا نبقاو ولكن ما عندناش الفلوس، حنا نبقاو في المكتب وما عندناش الفلوس، حنا غادي نعطيو رزقنا. كاينه مجموعه الناس اللي هي مستثمره ومثقفه وشباب واعد بغا يقبض هاد الفرقه بدون بشرط بدون ولكن باش نمشي الفرقه في طريقها الصحيح، لان الفرقه دابا كتعاني من الماده خاصها الفلوس ما خصهاش. هادشي اللي كنا هادشي اللي طلبنا. سولت واحد السؤال قلت له السيد الرئيس انت كتقول التقرير الادبي ديالك بانك اختي شفنا ان الفريق الوداد الفاسي انه خسر مقابله البارح، وقالوا لنا ان الجمهور انهم ما باتوش باتوا في ديورهم ما باتوش روطرات. واش هادشي صحيح؟ واش هادشي صحيح؟ هادشي انا ما نقدرش نقول لك نعم ولا لا، انا ما كنتش معاهم ولكن على ما يقال يمكن، لان المساكن ديك الجمهور كيعانوا بالويلات، ما كاين لا البسه ما كاين لا معدات ما كاين حتى حاجه، الفريق الوداد الفاسي ماشي كتختبر تستنزف ما بقى فيها ما يدار، هاد الناس ما بقاوش يتقوا الله. واش ما كتشوفيش ان الا ما قادش في الفرقه يمشي بحاله؟ هادشي اللي كنقولو. شنو كتقول؟ كنقولو ما قادش في الفرقه تكون ولا الفرقه ما محتاجه الفلوس باش تزيد، كيقول لك هما الفلوس ما كايناش ولكن حنا جالسين جالسين بالكرسي حنا في المكتب، حنا جينا عرضنا حنا ومجموعه من الناس المنخرطين عرضنا المساعدة المادية، قلنا هالشركات حلوا هاد الأزمة وخلصوا ليتيج ولكن ضروري خص يكون تغيير. قالك لا التغيير ما يكونش الفلوس تدخل. ما كتشوفيش لا ما كتشوفيش أن بهاد الطريق هادي عاد شوفي فريق الوداد راه غادي يفاتي في البوات؟ كنتمنى لا ولكن هادشي اللي غيكون. كنتمنى لا كنتمنى بكل قلبي ماشي كمنخرطة ولكن كغيورة محبة مشجعة وفوية منذ الصغر ان ما يكونش هادشي. شنو ولكن اذا بقات على هاد الطريق راه الا تمسكن ديك اللعيبيه ما كياخذوش اقل الحقوق ديالهم يعني معذورون في ديك الشيء. الله يكون لهم في العون، راه داروا فوق جهدهم، راه داروا فوق جهدهم. والنقط اللي قلت راك سمعتيهم بغينا نعرفوا واش كندخلوا ما كاين لا كواري لا باش يتريني ولا واش هاد النقط كل عام كتصدرج؟ واش اللاعب داخل كيتسنى جيب الكره جيب الحذاء جيب واش مسكين غير شي يدير كريدي با باش يمولو باش يلعب باش يتسمى زوين؟ راه مسكين كيعانوا كيعانيوا من الويلات كتضرب حرقه على الفريق بطبيعه الحال. ملي كتشوف كتهضر مع هذيك الوليدات خاصك تهضر معاهم ماشي بحال جديد تهضر مع هذيك الوليدات. راه للاسف جينا عندهم المكتب بقات واحد 40 ولا 5 ايام وعيطنا للبروفيسور بالحاج ما كيجاوش من بعد عيطنا له قلنا سيدي شنو محتاجين؟ محتاجين الفلوس اسيدي هاد الفلوس. جينا عندهم المكتب حنا والسي والزوج ديالي مشاو حضريس والسي عجلي وقدمنا عروض ماديه ضخمه ومشاريع ضخمه ورجع بقاو كيلعبوا بينا شويه كيحطنا هذا الجروب شويه كيحطنا هذا الجروب شويه هذا والاخر حدا شفنا الفرقه غدا الحضيض دخلنا ودينا مبلغ ديال 100 مليون وشاد وعطينا لهم قلنا لهم ها هي هاد 100 مليون حلوا بها ولا بيدكم انتم على الكفاءه ديالكم وبديتوا صفحه جديده مع هذا الفريق نزيد مثلا نزيدوا نمولوا. قال لك اسيدي حنا غنبقاو بلايصنا وانتم ما تعطيوش الشاك حنا نبقاو بلايصنا ما نزعزعوش هاد نقطة الشاك كترجعش ما يقدروش يقولوها وهادي حقيقة والشاك تقطع الشاك الأول اللي هما قطعوه بيديهم ورجعنا كتبنا شاك آخر وعيدنا البروفيسور بالحاج وشكر الزوج ديالي على هاد المبادرة اللي كانت لا مشروطة ما باغي لا رئاسة ولا 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 حبا في الفريق حبا في الفريق غير ما تخليوش هاد الفرقه تضيع نجيبو نخلصو ليتيج ونجيبو اللعيبيه وتدخلنا من بعد الناس اللي كتسال دخلنا معاهم وربنا وزوجنا وعاونوا هاد الفرقه اللي كيسال 10 نعطيو 8 واللي كيسال هذا يعني كانت تدخلات ولكن هاد الناس داروا دايرين باب السد راك شتي سولتو الاسئله اللي كنسول على المدرسه قال لك الاطفال اللي عشاو والله الاطفال اللي عشاو تبكي عليها شنو هي الرياضه هي مساعده هي تهذيب واش هذه طريقه هذه هذا تمثيل على الرياضه هذا كيمثل الرياضه
دابا انت كمنخرطه وكمحبه للفريق شنو كتطلبي من المكتب المسلم؟ يتقي الله يخاف الله. واش كاين شي اجراءات غادي ديروها دابا؟ 8 سنين فرقه طريقه حرام. تمنو كنطلب من المسؤولين تدخلوا، كنطلب من المسؤولين تدخلوا بعد درش اجراءات، لان هادشي كله كارثي. تقرر الادبي ما صفوهناش، وتقرر المادي، تقرر المالي ما مكاشي ما والو. كل واحد شنو عاطينو داكشي شنو قبيلات، شي عاطينو 300، شي عاطينو 320، يعني المداخل كل 10 مليون، المصاريف اللي كيصرفوا عليه يصرفوا عليه 44. واش هادشي يعقل؟ ها واش هادشي يعقل؟ منين قلنا قال لك ومن تاجل واش حنا خلصنا؟ المهم راك كنتو حاضرين مشيو. واش تهبطوا يديكم ولا تبعوا شي اجراء قانوني؟ ديما مع الوزاره الرياضيه الفاسده. واش تبعوا شي اجراء قانوني؟ طبيعه الحال، طبيعه الحال حنا منخرطون، وحنا عندنا جمعيه كتساند هذه الفرقه، وكتساند الطبقه الهشه، وكتساند المحبين والمشجعين والغيورين، وحنا معاهم الى اخر رمق. شكرا.